التواصل مستمر، شوطا ينتهي وشوطا ينطلق. تابعتم ويانا بالشوط الماضي، ذهب مع شاهين سعيد بن عبد الله بن روضة الظاهري من سجل دقيقتين و15 ثانية، ينحدر من سلالة مناور المملوك لسعيد بن عبد الله بن روضة الظاهري ولد مناور الشيبة انتاج ام المحبة. تهانينا والناموس لك يا بن روضة، انتقلنا الى هذا الشوط، الشوط الخامس عشر للأوكار الصعوب. نذهب مباشرة الى المركز الاول والى الصدارة الاولى، من تقود هذه الاسماء؟ مياسة، الله يا هذا الاسم، الاسم ابدع في هذا الصباح. مياسة لرغش محمد بن خيرات العامري يغوت هذه الشعارات، يحتل المركز الاول. المركز الثاني، ثاني التحديات، قادم الطيارة محمد بن سليم بالضبون العامري قادم مع الطيارة، تحتل ثاني المراكز. المركز الثالث، ثالث الأسماء، قادم بن محيروم مع الشاهنية، عامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي، ولكن أشوف الغدوم، أشوف الغدوم اللي بدلت. بن قنزول قادم مع راهية عمر بن السيل بن قنزول، ولكن أشوف الغدوم من شعار بن عيلان، غير مع مياسة. أحمد بن عيلان المهيري قادم مع المركز الثاني. ثالث الاسماء وثالث التحديات، بن قنزول مع راهية، رابع الاسماء بن محروم عمير بن السيب بن قنزول، غير للبداية، غير للصدارة الاولى مع راهية. روح يا بن قنزول، اهالي مناقص يطلبونك بالسلام، حرك. الجماعة غادمين يا عمير يا بن السيل بن قنزول، الشامسي مع راهية، راح بالسلام الى هالي مراقط، النقطة الثانية زاخر السلام، سلام، سلامي عليك يا بن قنزول. راح عمير بن السيل بن قنزول الشامسي مع راهية، تهانينا والناموس. المركز الثاني رغد بن حمد بن خيرات العامري مع مياس، المركز الثالث احمد بن عيلان المهيري مع مياس، المركز الرابع الاسماء عامر بن عبد الله بن محيروم الشاهنية مع الشاهنية، تهانينا والناموس لمالك مياسة، لمالك الشاهنية وراهية عبير بن سهيل بن قنزول الشامسي. النقطة الثانية لهذا الشعار، التوقيت دقيقتين 14 ثانية، تهانينا والناموس.